بنصب عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف، نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح سعادة وتفاؤل على كل مصين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. الجو لطيف اليومين دول، الأجواء الشتوية لسه ما دخلناش في الشتاء جامد قوي. بس تغيير الجو ده بيسبب لنا أدوار برد شديدة جدا زي اللي عندي النهاردة، ففعلا لازم نخلي بالنا كلنا ونحافظ من اختلاف درجات الحرارة من الصبح لبالليل، علشان ده فعلا بيؤدي لأدوار برد بتكون صعبة قوي الفترة دي، خصوصا انها بتيجي معاها ضيق تنفس، وده حاجة جديدة مع الأنفلونزا، فإن شاء الله يعدي على خير الأيام دي بإذن الله. خلونا نصبح على حضراتكم ونستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري ده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وشارع كمان رمسيس أيضا بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة وكوبري 15 مايو متجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد ما منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات كمان نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد. في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، لكن المتجه بقى إلى المؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة. الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحة أو إلغاء التحويلات أو اللي اتعملت أثناء تركيب القمر الحديدي عند منطقة البراجيل، وفتح الطريق خفف من الضغط كمان عن المهندسين ومحور صفت اللبن. ومن الطريق الدائري إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين في بعض الكثافات المعتادة طبعا ده قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. لو كملنا الكوبري 15 مايو في كثافات بسبب أعمال توسعة الطريق. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. بالنسبة لشارع فيصل ففي كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش. في كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة هنستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30، وأقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية، لكن هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا.